أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يشترط إذن ولي الأمر للقلوت عند النوازل؟ وما الدليل؟ وما المراد بهذا الولي، ولي الأمر؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم لم يقنتوا حتى قنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، ما قنتوا بدون أمره أو بدون فعله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي الأمر. وهو ولي الأمر معروف، هو السلطان، ويكون هذا مبني على فتوى من أهل العلم، فأهل العلم يفتون بذلك والسلطان يعمم هذا الشيء على المسائل. أما أن تكون الأمور فوضى فلا يصلح، هذا لا يصلح، أن الأمور تكون فوضى، كل يجتهد وكل يعمل شيء وكل بدون انتظام وانضباط. نعم. أما الإنسان اللي يدعو للمسلمين بنفسه وبمفرده ما هو ممنوع، يدعو إذا قام من الليل وقنت في صلاة الوتر يدعو للمسلمين، ويدعو على الكفار في صلاة الليل وفي قنوته، حتى في صلاة الفريضة يدعو في السجود ويدعو على الكفار ويدعو للمسلمين في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة وفي القنوت. لكن يعمل هذا في المساجد وفي الجماعات وفي الفريضة بعد الركوع، هذا ما هو بفوضى، هذا لازم يرجع فيه إلى أهل العلم، ويكون هذا بتعميم من الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد، هي نائبة السلطان في هذا، ما هو بلازم يجي أمر من الملك. إذا جاء أمر من الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، فهي نائبة عن الملك في هذا الشيء، مبنية على فتوى من أهل العلم، لا بد من الانضباط ولا يجوز الفوضى. نعم.